200 قاضي يرفعون عريضة للملك عبد الله اعتراضا على ما يحصل في وزارتهم على حد قولهم، وأيضا 300 قاضي آخر يشتكون أو يردون بطريقة أخرى. والحديث عن هل هو حرس قديم يحاول أن يعطل العمل أم أنه فعلا مطالب حقيقية لأن العمل تأخر، كل هذا سنناقشه، إضافة إلى أهالي شرق الرياض يشكون من مكب النفايات حول منازلهم. وأيضا في يا هلا لهذا المساء، دراسات تطرح عدم فعالية ساهر في تقليل الحوادث المرورية. اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في اهلا. نبدا باول المواضيع. اذا اشتكى سكان شرق الرياض لبرنامج اهلا من مكب النفايات، واضاف سكان الحي ايضا حديث عن شكوى من الروائح المنبعثه من المكب واليه حرقها التي تؤثر على القاطنين هنا خصوصا مرضى الربو، اضافه الى تجمع العديد من العمالة لتجميع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لاستخدامها أو ربما بيعها كما يعني يقول البعض. نتابع هذا التقرير لمصعب المرضي ثم نعود للنقاش. معاناة أهالي شرق الرياض من انبعاث روائح كريهة عكرت صفو الأجواء منذ أكثر من عام، إلا أنها زادت بعد هطول الأمطار على المنطقة. كاميرا يا هلا ذهبت في جولة لتقصي مصدر الرائحة، ولم نكن بحاجة للتحقق من صحة المكان، فالرائحة كانت قوية تثبت أن مصدرها هو من هنا. في هذا المكان الواقع شرق مدينة الرياض وتحديدا بعد مخرج 18 تقوم بعض الشركات الموكلة بجمع النفايات في منطقة شرق الرياض برميها في هذا المكان تمهيدا لفرزها واستخلاص البلاستيك والزجاج منها، ولكن هذا المكان قريب جدا من الأحياء السكنية في شرق الرياض كالروضة وحي الإسكان وغيره. بعد الليل عندما تقوم بحرق هذه النفايات في هذا المكان الرائحة تصبح فظيعة، والرائحة حاليا في المكان الذي نحن فيه الآن نتنة بكل ما للكلمة من معنى. المكب الذي خصص لجمع نفايات شرق الرياض تمهيدا لفرز النفايات فيه قبل جمعها مجددا تكدست في أطنان من النفايات، وحسب إفادة السكان فالمكب ليس ممتلئا حتى الآن، ولو جئنا في وقت آخر لكانت الكميات مضاعفة. كاميرا يا هلا رصدت مجموعة من العمال يعملون على النفايات الموجودة داخل المكب، والتقت بأحدهم قبل أن يفر البقية مبتعدين عن الكاميرا. أيوة إيش سوي إيش سوي إيش سوي شغل إيش سوي أنت هنا؟ كول. أيوة. هديت طلع بلاستيك الألمنيوم حديد. طلع بلاستيك ألمنيوم حديد. طيب في سوي نار هنا بعدين زبالة؟ ما في نار. ما في سوي نار. ما لا لا ما في نار. أكيد. طب ليش هذا هنا أسود؟ هنا كله أسود، هذا إيش هذا؟ بلاستيك. أي هذا بلاستيك بس سوي نار بلاستيك. لا لا ما في نار ما في نار. طيب في تصريح موجود إقامة موجود أنت؟ أيوة أيوة يكون. فين إقامة؟ إقامة موجود؟ إقامة موجود سو سعودي. إقامة موجود سو سعودي. أوكي أنت إيش جنسية أنت؟ ناشوناليتي إيش؟ أثيوبيا. أثيوبيا. وأنت شغل هنا كم الحين؟ كم شهر؟ خمس شهر. واحد سنة. واحد سنة شغل هذا المكان. بعدها قررنا النزول إلى داخل المكب للوقوف على المكان بشكل أوضح، وكانت المفاجأة. أنت
النفايات ليست كلها فارغة. هذه علبة عصير، علبة عصير جديدة، علبة عصير ما زالت جديدة يعني لم تفتح. هذه العلبة عليها تاريخ انتهاء تنتهي في 20/10/2014 وانتاجها في 10/2013، يعني منتجة قبل شهرين فقط. يعني من المفترض انها ما زالت صالحة للاستخدام، لكن يبدو انها تعفنت وفسدت من سوء الحفظ. ما زالت سليمة، العصير بداخلها موجود. ثلاث أرباع العلب الموجودة هنا هي علب جديدة، علب لم يتم فتحها حتى الآن، وربما هذا ما سر الرائحة الكريهة الموجودة في هذا المكان. هذا يفتح باب للتساؤل، إذا كانت هذه العلب سليمة لماذا لم يتم إتلافها؟ لماذا ما زالت محتفظة بعبوات العصير؟ هل ربما هناك مجال لمن يأخذها من هذا المكان ويبيعها في مكان آخر ربما بسعر أرخص؟ ولفهم الصورة بشكل أوضح، التقينا ببعض سكان حي سلي والفيحاء، بعضهم أبى إلا أن يستقبلنا في منزله لشرح المعاناة. سبق أن رفعنا الأمانة بطلب حله، إيجاد حله، ويجي تأتي رسالة أنه تم حل المشكلة، ونتفاجأ بعدها بكذا يوم تعاود الروائح الانتشار. أنا بصفتي أحد سكان الحي وطالب الأمانة بإيجاد حل جذري سريع. احنا سمعنا ولا احنا متأكدين ان في بعض الشركات تقوم بنبش النفايات لاستخراج بعض العلب منها والمتاجرة فيها، فإذا كان هذا المشروع يضر المجتمع نطالب بإنهائه. طبعا المشكلة نعاني منها اللي هي تجمع النفايات، ومن فترة طويلة تم إبلاغ الأمانة وتم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص، أكثر من رسالة وأكثر من اتصال، والحقيقة تم التواصل مع يعني عدد كبير من الجيران والزملاء سكان الحي، وتم يعني التنسيق معهم بخصوص رفع شكوى. والحقيقة الكل يأكد أنه يعني تم رفع شكوى وتم استلام طلب وإفادة أنه والله تم حل المشكلة، مع أنه على أرض الواقع ما صار أي شيء، والكلام هذا غير صحيح، ومما سبب لنا يعني أزمة كبيرة. في ظل غياب استراتيجية واضحة لجمع النفايات في مدينة الرياض، هذه هي النتيجة. وأحياء كالفيحاء والسلي وامتدادا إلى الروضة تتضرر يوميا من رائحة إن كان لها وجه فستظهر في أقبح صورها في هذا المكان. لبرنامج يا هلا، مصعب المرضي، الرياض. شكرا يا مصعب على هذا التقرير. لمناقشة هذا الموضوع سنة نرحب بالمهندس طارق العباسي، وهو مدير عام النظافة في أمانة مدينة الرياض. أهلا وسهلا بك. يا هلا ومرحبا. شكرا لحضورك. وأيضا يشرفنا أن نستضيف من استديوهاتنا في جدة الخبير البيئي الدكتور علي عشقي. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا بك يا علي. شكرا لحضورك. أبدأ معك مهندس طارق، ما رأيك فيما شاهدت في هذا التقرير؟ التقرير يتكلم عن مدفن النفايات في مدينة الرياض. المدفن هذا أنشئ عام 1984، يعني له حوالي 30 سنة الآن. بدأنا المدفن القديم بخلية كان مساحتها كيلو فاصلة أربعة كيلومتر مربع عفوا. وقفنا العمل في هذه الخلية عام 2006، وبدأنا في إنشاء مدافن حديثة اللي هي مدافن هندسية بمساحة 2 مليون متر مكعب على أربع مراحل. تم تشغيل المرحلة الأولى من 2006 إلى 2010، أوقفنا العمل فيها في 2010 لأنه بلغت الحد. طبعا هي وين سويتوها، بعيدة عن النطاق العمراني ولا داخل النطاق؟ هي المدفن لما اختير كان خارج النطاق العمراني، هذا اللي عرضنا عنه التقرير، لكن نعم. الحلول الأخرى في نفس الموقع. نعم. أي الموقع اختير من 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 أكثر من 30 عام، اختير بناء على معطيات جيولوجية وجيوهيدرولوجية طبعا، وموقع بعيد عن المدينة في ذلك الوقت. طبعا العمران امتد وصلوا الآن، أو الأحياء صارت محيطة بالمدفن. المدفن طبعا سوينا فيه أربع خلايا هندسية جديدة. الخلايا الهندسية نفذنا فيها مرحلتين،
مرحلة أغلقت عام 2010، المرحلة الثانية كان مساحتها 500,000 متر، المرحلة الثانية الآن نعمل فيها، وفي مرحلة ثالثة الآن شغالة في نفس الموقع جديدة يعني لسه ما اشتغلنا فيها. طبعا المدافن الهندسية الجديدة تعتمد تجميع العصارة، تعتمد فيها طبقة حاملة للنفايات، فيها طبقة عازلة على أساس أنه ما تنزل العصارة والأشياء هذه إلى أرضية إلى طبقات الأرض السفلية من هذا بشكل سريع. نعم، لكن الحقيقة يعني معايير الاختيار في ذلك الوقت لم تعد منطبقة على هذا الحي ونفس الجهة. يعني أنتم الأمانة هي أيضا الأمانة التي تعطي الناس تصاريح البناء والهذا. يعني هي عندها المشكلة والحل، والآن الكلام اللي تشرحه أنه يكون في عوازل وفي طبقات والآخرة، يعني ما لاحظنا في هذا التقرير نتحدث عن مدفن، يعني حتى النابشين نفايات يعني ماخذين راحتهم فيه، ما عملتوا أنتم حل جديد بحيث أنه يكون في شيء خارج النطاق العمراني ويتخذ قرار أنه لا يتم البناء هناك، لأنه قد ما تسوي أنت في خطر على الناس. بالنسبة للي اتخذناه مستقبلا، طبعا الآن سيتم نقل المدفن هذا قريبا إن شاء الله. قريبا يعني كم؟ يعني مستنين فقط تخصيص الأرض، إننا نأخذها نستحوذ عليها تنتهي. اخترت الأرض؟ اخترنا الأرض. وين مكانها؟ الأرض طول العمر تقريبا 75 كيلومتر عن هذا الموقع، جنوب شرق المدفن الحالي، على طريق الدمام، على طريق عفوا الرياض حرض الدمام الجديد. من هذا مساحة المدفن الجديد 100 كيلومتر مربع، مساحة كبيرة جدا، وحيكون بعيد عن وسط مدينة الرياض 130 كيلو. هذا المدفن الجديد. بتاخذين وماخذين قرار انه ما يتم البناء هناك؟ لا طبعا طبعا. طيب خلينا ناخذ راي الدكتور علي عشق. دكتور علي عشق، انت عندك يعني اراء فيما يتعلق بالمرادم والمدافن ليس فقط في الرياض لكن في المملكة بشكل عام، يعني ودي يعني تعطيني رايك في التقرير اللي شفته ورايك في المدافن وتعامل الأمانات معها في السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أي المشكلة يا فهد يعني ليست في الرياض، إنما في مدن المملكة. ما فينا أحد اسمه فهد يا دكتور. إحنا لا أنا ولا الضيف. إحنا لما بنبدأ بالتخطيط أو بإنشاء أي مدينة أو أي شيء نبدأ من السطح فما فوق. العالم الثاني بيبدأ من الأرض، من تحت الأرض. حتى في وزارات اسمها وزارة البنية التحتية. أنا حقيقة بالنسبة للنفايات اللي تكلموا عليها، هذه ليست نفايات منزلية، هذه نفايات صناعية ونفايات طبية. لا يمكن اللي بشوفه بعيني أطلق عليه اسم النفايات الصناعية. والروائح الكريهة الناشئة هذه هي ناشئة عن تفاعل مواد حيوية للمواد العضوية الموجودة فيها. يعني أنا أتوقع أن الحرائق اللي بتحصل في المرادم هذه هي ناتجة عن التفاعلات الحيوية اللي بينتج عنها غاز الميثان. وغاز الميثان أو الميثان هو نفسه غاز اللي مستخدمه في البوتوغاز. فلما بتعرض لأي حرارة أو احتكاك الأحراش اللي انت شايفها هذه بيولع نار، فبيحرق وأحيانا في جدة من 3 سنين سبب عندنا انفجارات هائلة وغلف جو جدا كله طبقة سميكة من الدخان. المدافن والمرادم يعني لها قواعدها الخاصة. يعني مثلا في أمريكا في البرازيل إنه عبارة عن حفر كبيرة تغلف بمادة من البلاستيك ويعمل لها تسليك سباكة عشان يستقبل الغازات الطالعة. وفي مدن على فكرة يا علي بتأخذ الغاز هذا وبتنور في مدن وبتشغل بسيارات. حتى بالنسبة للليش اللي هو المادة السائلة اللي بتتسرب من النفايات هذه لها مصائد خاصة تحت في القاع عشان يسحبوها من هذا، لأنها لو جلست ممكن تسبب صاعد غاز الميثان أكبر فيحصل انفجارات. يعني المشكلة إلى الآن حط المردم وأردم عليه، بعدين المياه الجوفية يا أخي. الرياض منطقة يعني في الغالب معظم مناطقها زراعية. أنت لما الليش هذا ولا المادة هذه بتنزل في أعماق الأرض ولا تنزل مطر على النفايات هذه، فبتنزل معها المواد الصناعية اللي بنتكلم عليها السامة هذه وتوديها للمياه الجوفية، فبتسمم المياه الجوفية. يعني الخطر من السطح إلى القاع. أنا بقول لك النفايات هذه فيها نفايات طبية، يمكن فيها نفايات مواد مشعة من مستشفيات، يمكن يكون فيها
يعني بويات ودهانات، وهذه مواد صناعية ممكن يكون فيها مبيدات حشرية، هذه كلها تمثل خطر كبير على السكان. طيب الخاص دكتور علي في يعني في معليش بنفرع بس شوي بعدين نرجع للموضوع. في حلول يعني عملتها يمكن بس ما هو بشكل كبير، بعض الأمانات ما يتعلق بتدوير النفايات، يعني وضع مثلا مكبات او نفايات للشيء البلاستيك شيء هذا وإعادة تدوير. ما تشوف انه ايضا يحتاج يعني 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 يحتاج البلد منا الى وعي من الناس من المستهلكين من المواطنين حتى مثلا يتفاعلوا مع مثل هذه المشاريع؟ تشوف لو انه عمم هذه التجربه على كل مكان، معروف وين ترمي البلاستيك وين ترمي الاكل وين ترمي هذا الشيء، ما تشوف انه راح يحل المشكله قبل ان تصل للمرادم اساسا؟ واشوف يا علي طالما البترول رخيص إلى الآن، طالما ما شاء الله بننتج إحنا أكثر من 10 مليون، فكل الباي برودكتس حقت البترول الصناعيات الناجمة على البترول كلها رخيصة، منها البلاستيك. لكن يوم ما يشح البترول إحنا حندور على قارورة البلاستيك هذه عشان يدورها. المردود الاقتصادي للتدوير ليس بذاك القوة الاقتصادية، لذلك التجار ما بيدور على الشيء هذا يعني، والحكومة والبلديات للأسف لم تضع في بالها تدوير الحاجات هذه حماية للبيئة. لكن احنا عندنا الشيء اللي بيجيب ربح ممكن رجل أعمال يتجه له، لكن حماية البيئة لم يرد أحد على ذكرها. انت عارف البلاستيك يعني العمر الافتراضي حقه له أكثر من 50 سنة، يعني الورق الكرتون العمر الافتراضي حقه كله أسبوع 10 أيام، لكن بالنسبة للبلاستيك 50 سنة، تخيل 50 سنة يجلس. يوم البترول يشح ويصبح عندنا إحنا بنرفع رسوم على البترول وعلى منتجات البترول وتصبح السلعة هذه غالية، هذيك الساعة يتجه التجار إلى تدوير. لكن التدوير إلى الآن ليس له جدوى اقتصادية كبيرة لدى التجار. نعم، مع أنك أنت عندك رأي أنه مربح. هو إلى الآن مو مربح. مربح إذا رفعت سعر المنتجات النفطية، ارتفعت الباي برودكتس حقت البترول، ديك الساعة الفايبر جلاس لو ارتفع سعره، ديك الساعة احنا بنتكلم ونقول في جدوى اقتصادية من استغلال وتدوير النفايات خاصة البلاستيك. الألمنيوم لا بأس انه ممكن يكون منه رد مفعول، لأن الألمنيوم غالي اليوم هنا في السوق العالمي. نعم. طيب مهندس طارق، هذه الحلول تدوير النفايات عاملين ذا المشاريع عاملينه بشكل ضخم، عندكم شيء استراتيجي له مثلا مستقبلا؟ الحل اللي انت ذكرت في تاريخ معين له؟ لانه الصراحه يعني معاناه اهل الحي معاناه كبيره جدا. لا ان شاء الله في القريب العاجل بالنسبه للحل اللي يعني اوقات يشعر المواطن انه ما عندكم حتى صلاحيات انتم، يعني عندك المشاكل هذه اللي هناك، عندك كمان مصانع موجوده. نعم. وحاله المواطنين الصحيه ان تتاثر ولا يوجد حلول جذرية أو سريعة. أنا بس أبغى أعقب على كلام الدكتور علي. بالنسبة لتجميع الليتشت، أنا تكلمت أن نحن سوينا مدافن هندسية في 2006. الآن الخلايا اللي شغالة أو المدافن اللي شغالة مدافن هندسية فيها طبقة تمنع تسرب العصارة للمياه الجوفية، وفيها طبقة حاملة للنفايات، وفيها نظام صرف للليتشت أو للعصارة. الآن نحن نعمل بتوجيه من معالي أمين منطقة الرياض، يعني سوينا دراسة على الغاز، طبعا في الجزء المقفل من المردم الآن بنضع فيه شبكة تصريف الغاز، وحنحط فيه شعلة أو شعلة لحرق الغاز على غرار الشعلتين اللي موجودة في عكاظ، إن كان شفت مردم عكاظ. طبعا عملنا له شبكة لتصريف الغاز، والآن تحول إلى منتزه تقصد جميع الناس، حتى المنطقة المحيطة ارتفعت أسعار الأراضي والهذا فيها. المردم مصمم بشكل هندسي لا يضر بالبيئة. المياه الجوفية في المنطقة لما اختيرت في ذلك الوقت كانت تبعد 140 متر عن سطح الأرض، يعني ما في مياه جوفية، ولكن مع ذلك وضعنا طبقة حاملة وطبقة عزل في المردم. الرياض طبعا مدينة كبيرة، نحن يدخل لنا 11,000 طن نفايات في اليوم، منها تقريبا 50% و52% عضوي من النفايات العضوية. عملية الفرز اللي تفضل فيها الدكتور واللي تسأل عنها، الآن بعض التصوير اللي كان في التقرير حقكم هذا داخل محطة الفرز المنشأة في المردم،
كمحطة تجريبية على أساس نعرف نسب المواد اللي بتدخل للمردم، إضافة لدراسات نسوية في المصدر. معالي الأمين موجه أنه بسرعة نقوم بعملية الفرز في المصدر، اللي هو حتوزع حتختلف عملية جمع النفايات عن الوضع الحالي. في برنامج الآن درس في أمانة مدينة الرياض، وننتظر بس فترة بسيطة إن نستكمل بعض الدراسات اللي قالها الدكتور علي. قال لك مثل البرازيل، قال لك مثل هذه الأفكار، أنتم ما تطبقونها، ما تنون تطبيقها بالنسبة للفرز في المصدر؟ الفرز الاستفادة أساسا من المواد تحويلها. إلا هذا حيكون فيه استثمار. طيب نبش النفايات، أنتم ما عندكم تكامل أو تعاون أو تنسيق مع الجهات المعنية التي تراقب أو تتابع المخالفين؟ في تنسيق مع وزارة الداخلية بالنسبة للنابشين. النابشين هذول معظمهم مخالفين طبعا، كثير منهم لا يحملوا إقامات أو ليس لهم إقامة نظامية. طبعا حتى هم يعطلوا أعمالنا أحيانا داخل المدفن، لأنه الآليات تتحرك لعمليات الدك وعمليات فرد الغطاء من التربة على النفايات. هذا أحيانا. كم ميزانيتكم أنتم في هذا الملف بالنسبة لل المرادم والنفايات؟ المرادم عندنا التشغيل المردم أو هذا حدود 120 مليون، يعني تعملوا مع شركات 3 سنوات. إيه، شركة تشغل المردم، وفي عقد الاستشاري يراقب حسن أداء عمل الشركة، إضافة للإدارة العامة للنظافة بالمهندسين. هذا نقوم بالإشراف على الاثنين. طيب يعني بشكل عام. أخيرا قبل أن ننهي دكتور علي، رأيك في الحلول اللي ذكرها والأفكار اللي بتتبناها أمانة يعني مدينة الرياض في الفترة المقبلة، يعني هل تشوف أنها جيدة، متفق معها، تختلف، تشوف أنه لابد أن يكون في عمل مختلف جدا؟ أنا أكلمك عن موضوع في جدة. جدة نفايات وضعها مؤلم للأسف الشديد، يعني مؤلم. لكن بالنسبة في الرياض أنا لا أعلم، لكن المفروض أنه كان أحرى بأمانة مدينة الرياض أو وزارة البلديات بجعام أنه كلها مجلة أو كتيب توضح للناس المشاريع اللي هي بتعملها. أنا لا أعتقد أنه في مردم في المملكة بيقوم بطريقة علمية صحيحة، هذا الشيء غير وارد أبدا، والدليل قدامك الروائح المتصاعدة والبلاستيك اللي على المردم. المردم بعد ما ينتهي يقفل ويزرع من فوق ويصير حدائق للأطفال، أي طفل ممكن أنه يقرب جنب مردم زي هذا. إحنا لسه للأسف الشديد ما وصلنا إلى فلسفة عملية البنية التحتية والتخلص من النفايات بطرق علمية سليمة. هذا منظر، هذا قدامك لمردم، مردم شيء يردم تحت الأرض وليس على سطح الأرض. وبعدين من 1984 ل 2006 هذه 12 سنة ومردم صغير زي هذا ولم يغلق، هذا كلام يعني مو معقول. نعم. طيب أيضا قبل أن ننهي، إحنا الآن قلنا قريبا أكثر من مرة، لكن خلنا بس نبشر الناس، هل نتكلم إن شاء الله بعد الشهر حتزول معاناة هذول الناس؟ والله إن شاء الله في القريب العاجل. يعني بغض النظر عن المشاريع، لكن والله يا سعادة المهندس، أنت لو رحت هناك وشفت يعني أهل المدينة أو أهل الأحياء اللي هناك يستحقون اهتمام منكم أكثر، وأنا أعتقد هذه ليست مشكلة فقط هذا الحي، ربما في شكل في أحياء أخرى، لكن أخذناك عينة كحال. أنا خليني بس أديك على عجالة، يعني اللي الآن نحن نعمل فيه شبكة الغاز في المردم القائم، حتى الخلايا اللي شغالة الآن نحن نعمل على تركيبها الآن، ويمكن خلال يعني شهر أو شهر ونص تكون جاهزة. أحيانا الريح اللي تظهر في منطقة من المناطق هي فعلا بسبب غاز الميثان المتصاعد، بالذات بعد فترة الأمطار، يعني تزداد كمية التفاعل داخل المدفن، لأنه مدفن فيه مواد عضوية ويكون فيه تفاعل داخل الهواء، وتنتقل أحيانا كبابل كعملية فقاعة، يعني تروح إلى منطقة ثانية، ولما تبدأ تتلاشى هناك تعمل الريحة في منطقة أبعد من المردم، أحيانا تنتقل إلى 20 كيلو هذه الفقاعة. لكن أنا بس على عجالة بقول لك، معدل النمو في مدينة الرياض كبير طبعا، 8% تقريبا، الطبيعي 3% في المدن. نحن يدخل عندنا 11,000 طن في اليوم من النفايات، وما عندنا مردم بديل الآن. لو كان عندنا مردم بديل كان نقلنا إليه مباشرة، إضافة إلى أنه المردم القادم إن شاء الله حيكون مردم بيئي بكل المقاييس، حتكون فيه صناعات تحويلية
حيكون فقط اللي نردمه أو اللي ندفنه اللي هو الآش أو إيش يسموه الرماد. في الرياض ناتج الفرد اليومي من النفايات اليوم 1.6 كيلوغرام سوري، كان في السبعينات أو التسعينات الهجري 2.7 كيلوغرام للفرد. طبعا هذا تحسن بسبب ارتفاع وعي المواطنين، والرقم هذا 1.6 كيلوغرام يماثل نظيرهم في ألمانيا. ناتج الفرد من النفايات في ألمانيا 1.6. نطمح إننا نحن نوصل إلى 1. كويسين في هذا بس مختلفين معه شوي في المرادم. في المرادم إن شاء الله تصير مرادمنا زي مرادم. شكرا لك مهندس طارق العباسي مدير النظافة في أمانة الرياض. شكرا للدكتور علي عشق الخبير البيئي وأستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز سابقا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفات أخرى. نذهب أهلا وسهلا بكم، نذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال أكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج جهلة من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب طارق إبراهيم بعنوان لماذا يطقطق السعوديون على بلدهم؟ يقول هل باتت المناسبات والفعاليات العالمية التي تفوز باحتضانها وتنظيمها دول الجوار مصدر إزعاج لنا؟ هل باتت المشاريع النوعية لحظة افتتاحها أو الإعلان عن الشروع في إقامتها عند جيراننا مصدر ضيق لنا؟ لو أردت أن أثبت شيئا مما أسلفت فلن أعجز البتة، ويكفي أن أفتح الأخ واتساب ومن ثم أفتح أصغر جروب مشارك أنا فيه لألتقط رسائل لا حصر لها مما يؤكد كلامي. فمؤخرا عندما فازت دبي بتنظيم إكسبو 2020 طقطق السعوديون على أنفسهم بما لا يمكن تصديقه أو التوقع بقدرتهم على فعله. لم أسمع من يسأل لماذا الناس هنا هكذا هو حالها متهكمة لا يرضيها شيء تسخر من أي منجز. لم أسمع قط مسؤولا أو صاحب قرار أو مسؤول إعلام حول أن يتناول هذا الواقع المؤلم الذي يعبر عنه الناس عبر تلك الطقطقة. ويختم الكاتب نحن بحاجة إلى إعلام بفكر استراتيجي يعمل على إعادة ثقة المواطنين بما ينجز في وطنهم، فكثرة الأخطاء وكثرة المشاريع المتعثرة وكثرة الفساد وغياب الموضوعية والمصداقية في بعض وسائل الإعلام لا ينبغي أن تدفع بنا إلى الإجحاف بحق المنجزات العظيمة والجميلة والمفيدة التي تحققت وينتظر تحققها. المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة اليوم للكاتب فهد جبير بعنوان خارطة طريق بأمانة الشرقية. يقول مع قرب نهاية السنة المالية التي قطعت فيها أمانة المنطقة الشرقية شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة وتم تخصيص ميزانيات ضخمة لها ضمن موازنة الخير، بدأنا منذ وقت مبكر في دراسة العديد من المشاريع الجديدة والتي سيتم تنفيذها خلال العام الجديد في حاضرة الدمام وكذلك عدد من المحافظات والقرى والهجر. قد نواجه أحياناً بعض النقد سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو حتى من الجمهور، إلا أننا في الأمانة نتقبل النقد بصدر رحب شريطة أن يكون نقداً هادفاً وبناءً، وهو ما يدفعنا إلى اكتشاف أماكن الخلل ومعالجتها فوراً. ويختم جبير تبنت الأمانة مؤخرا نهجا جديدا في سياستها الإعلامية من خلال تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مختلف وسائل الإعلام، وهو ما نلمسه الآن من خلال تعاوننا مع صحيفة اليوم الغراء والتي نتقدم بالشكر لها ولجميع القائمين عليها، ونأمل أن نواصل المزيد من العطاء والتقدم سواء معها أو مع بقية الصحف الأخرى. التعليق الأبرز جاء من القارئ أبو عبد الله، يقول إذا كان ليس هناك مراقبة ومتابعة على ما يعمل فلن يكون هناك إنتاج حقيقي، وهو الذي سيظهر عيبه لاحقاً. طريق الظهران الجبيل السريع توقف السنين لتصليحه ثم أنجز، وهو الآن يعود إلى الحفر في أقل من سنة، لماذا لا يحاسب المقاول؟ المقال الذي اختاره لكم فريق ياهلا من صحيفة الرياض للكاتب فهد الأحمدي بعنوان الرجل العصامي ليس بخيلا كما نعتقد،
يقول هناك فرق كبير بين ثري وارث المال وثري عصامي صعد من الصفر. الأول لا يعرف القيمة الحقيقية للمال ويصرفه بنفس سهولة حصوله عليه، وفي المقابل يستحق الرجل الثاني الاحترام والتقدير، ليس فقط لأنه انطلق من الصفر بل ولأن المال لم يغير حياته ومعدنه الأصيل. فهو قبل أن يصبح ثرياً جرب الفقر والحاجة، وقبل أن يصبح محنكاً مر بتجارب الحياة وتقلباتها، وقبل أن يحظى باحترام الناس تعلم أن الناس لا تحترم غير الدرهم والدينار. ويختم الأحمدي: الرجل العصامي ليس بخيلاً كما تعتقد، بل ذكياً في جمع المال وكريماً في صرفه، وأعلم مني ومنك بتأثيره. نتابع أيضاً أو نبقى في المملكة، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. نتابع: 10,000 وحدة سكنية بأربعين وثمانين مليون ريال تبدأ الإسكان بتنفيذها على مساحة 5,000,000 متر مربع بحي الأمير فواز. 1,027,000,000 قدمها الصندوق الخيري لأربعين ألف مستفيد ومستفيدة. 705 مدخن أقلعوا عن التدخين في ربع عام بالمملكة. 140 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة في السنوات الخمس الأخيرة. 43 تاجرا يتنافسون في انتخابات غرفة جدة على 6 مقاعد. 121 نزيلا سعودي في سجون دول مجلس التعاون كشفت عنهم البعثات الدبلوماسية لسفارات خادم الحرمين الشريفين في دول الخليج العربي. 6 مراكز سرية لفحص الإيدز في الشرقية و5 مكاتب لحقوق الإنسان في السجون. 17,000 منشأة سجلت في العنوان الوطني. منح 89,000 تأشيرة لشركات الاستقدام المرخصة، منها 25,000 تأشيرة للعمالة المنزلية. نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط والرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الرياض للفنان منيف الذي يصور بريشته توفر العديد من الفرص الوظيفية بعد إزالة العمالة المخالفة. الفيديو الأكثر مشاهدة اليوم استعراض السائق يسير بالسيارة على الرصيف تنتهي بحادثة مروعة. الهاشتاج الأكثر نشاطاً اليوم: عمان ترفض الاتحاد الخليجي، حيث فاجأ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان المشاركين في منتدى حوار المنامة بإعلان معارضة بلاده للاتحاد الخليجي وتهديده بالانسحاب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن تم إقراره، فضلاً عن تجديد رفضه للانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة أو توسعة قوات درع الجزيرة، في وقت جددت دول المجلس تأكيداتها على أن أمنها خط أحمر على لسان أمينها عبد اللطيف الزياني. فاصل ونعود لكم بعد قليل في قضية أخرى. أهلا وسهلا بكم من جديد. كشفت دراسة في مركز الملك عبدالله للدراسات أن تطبيق نظام ساهر لمراقبة السرعة عن طريق الكاميرات الذكية لم يعني يؤدي إلى خفض عدد الوفيات والحوادث على مستوى المملكة، مشيرين إلى أن إدارة المرور تتجاهل ما يعني 69% من الأسباب الخاصة بالقيادة المتهورة. معي حول هذا الموضوع الدكتور سعود التركي، وهو مدير أبحاث الإصابات مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث. أهلا وسهلا بك دكتور، شكرا لحضورك ولتلبية الدعوة. أنت عارف أنه يعني هذه الدراسة يعني شوي ضايق جماعة ساهر، سواء المستثمرين أو حتى المرور. لكن سؤالي لك يعني ما مدى صحة هذه الدراسة وعلى ماذا اعتمدت، خصوصا وأنه في أكثر من تصريح فترات ماضية من المرور بأنه ساهر أدى إلى خفض عدد الوفيات ويذكرون النسب؟ يعني
شكرا لك أخوي علي وشكرا للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. الحوادث أو الإصابات بشكل عام هي ليست فقط مشكلة في المملكة العربية السعودية، هي مشكلة في العالم ككل، لكن حوادث الطرق أو الإصابات المرورية هي حوادث ممكن تلافيها وممكن عمل كثير لتلافيها، وفي دول وضعت أهداف وحققت الكثير من الأهداف. احنا في المملكة العربية السعودية للأسف يعني نعاني من هذه المشكلة، ووصلت حالات الوفيات عندنا إلى حوالي 7000 حالة وفاة سنويا. احنا في مدينة الملك عبد العزيز الطبية وفي مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث عندنا اهتمام في هذا الموضوع، وجدنا أن المرور أو الإحصائيات المتاحة في المرور فقط تضع في الحسبان الوفيات اللي تصل إلى أقسام الطوارئ والوفيات اللي تحصل في مكان الحادث وبالذات ساعتين الأولات من الحادث. الدراسات العالمية بيّنت أن هذا يمثل تقريبا 48% من العدد الحقيقي، بمعنى آخر يعني العدد الحقيقي المحسوب يتجاوز يعني حوالي 15,000 حالة وفاة. كلية الجراحين الأمريكية بيّنت أن إذا كان عندك حالة وفاة نتيجة الإصابات هناك 3 حالات إعاقة دائمة و20 حالة إعاقة مؤقتة لكل حالة وفاة من الإصابات. بمعنى آخر إحنا لدينا حوالي 45 حالة إعاقة دائمة سنويا. هذا الرقم يستحق النظر، يستحق الدراسة. أسباب الإصابات كثيرة، لكن للأسف المرور عندنا مركز على موضوع السرعة ومركز على موضوع قطع الإشارة. ما لا أحد ينكر أنها مهمة، وإن يعني كان فيها جزء من النقاش. ألمانيا سرعة مفتوحة وهي تعتبر من أقل الدول في العالم من عدد الإصابات لكل 100,000 شخص، لكن لو رجعنا للسؤال حقك بالذات وهو أن الإخوان في المرور يدعون أن نظام ساهر قلل الوفيات، هذا فقط انطبق على يمكن 3 مدن، وأنا عندي إحصائيات المرور نفسهم. أنا 3 مدن اللي هي مدينة الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، في حين هذا المتوفين، أنا ما أتكلم على الحوادث، على مستوى المملكة عددها والمصابين عددهم أقل في السنة الماضية مقارنة، ولأول مرة إحنا سنويا للأسف عندنا زيادة في عدد الحوادث وزيادة في الإصابات. طيب هذه الإحصائيات ما تناقض نتيجة الدراسات اللي عملتوها؟ ما عفوا أقول هذه النتائج ما تناقض نتائج الدراسات اللي عملتوها؟ لا بالعكس، هم الآن يتناقضها، لأن عدد الوفيات العام الماضي 7661. أوكي. السنة اللي قبلها عام 1432 7638، في زيادة 40 حالة وفاة. وين النقص؟ ليش إحنا نركز على إحصائيات مدينة زي مدينة الرياض وما نقول إن في مدينة الرياض نقول طيب نظام ساهر استطاع تقليص الوفيات؟ تتوقع ما السبب؟ لأنه أنت عندك تصريح تتحدث فيه تقول إنه مش يعني نظام ساهر يركز على السرعة وقطع الإشارة الذين يمثلون 31% صحيح فقط، مع أنه هذه يعني تكون من أكثر الأسباب الحوادث. لكن أيضا أسألك أنا بس نوضح للناس، أنت يعني هذه الدراسة لا تعني أنك ضد نظام ساهر. أنا ماني ضد نظام ساهر. أنا ضد التركيز على نظام ساهر ونسيان 65 إلى 70% من الأسباب الأخرى زي القيادة المتهورة. أي إنسان يقود طيب في شوارع، كيف ممكن فعلا أنه ساهر يوصل مرحلة أنه في قلة في عدد الوفيات في الحوادث في كل أنحاء المملكة؟ هو طبعا أكيد إذا طبق على مستوى المملكة، وأنا أعتقد هذا يواجه صعوبة، لأن لو راجعنا الإحصائيات تجدها في الأماكن المتطرفة، صعبة جدا أنك أنت تغطي جغرافية زي جغرافية المملكة. ممكن تخلص الوفيات والإصابات وهذا حاجة رائعة زي في المدن الرئيسية، لكن ما زلنا عندنا عدد الوفيات. إحنا لو نظرت إلى، أنا راح أشارك معك في إحصائية اللي تبين وين مكاننا في العالم، وناخذ مثال على يعني ناخذ دول أقل دول لكل 100,000 شخص في العالم.
ثلاث حالات في السويد. ناخذ دولة من الدول اللي فيها عدد من أعلى الدول في العالم اللي هي تايلاند 38.1. احنا الرقم هذا منظمة الصحة العالمية، هذا مو كلامي، عام 2012 احنا الرقم المسجل في منظمة الصحة العالمية اعتمادا على احصائيات المرور 24.8، واحنا قلنا هذه فقط تمثل 48%، يعني الرقم الحقيقي هو 51.6. احنا اعلى دولة في العالم اذا اخذت عدد الوفيات الاصابات. احنا عندنا عدد يفوق اللي ماتوا في حرب الخليج. احنا نتكلم عندنا حرب على مستوى الشوارع، لا تجد يعني المرور غير موجود في الشارع، لا يعني المخالفات تتكرر ومخالفات خطيره وقاتله لا تجد لها اي يعني ضبط او اي وجود للمرور، في حين احنا نركز فقط على وضع الكاميرات في الإشارات. نعم. وننسى 70% من الإصابات. نعم. أنا أشكرك دكتور سعود، مفروض أنك أيضا يكون معنا أيضا المرور يتحدثون، لكن إحنا إن شاء الله في حلقات مقبلة نشوف أيضا رأي المرور في هذا الملف. شكرا لك. شكرا. على التلفزيون الدكتور سعود التركي وهو مدير أبحاث الإصابات مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث. فاصل ونعود بعد قليل في قضية القضاء ومشكلتهم، مشكلة وزارة العدل، بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. اشتكى ما يقارب 200 قاض الى مقام خادم الحرمين الشريفين عن حاله النظام العدلي في المملكه العربيه السعوديه عبر وثيقه وقعوا عليها يشتكون فيها من تاخير مشروع تطوير القضاء وعدم معالجه اجراءات التقاضي والعديد من القضايا الاخرى، وهو يعني ما يشكل تحرك يرفع مستوى وتيره الغضب على يعني على القضاء ووزاره العدل التي تمحورت أيضا بعد ذلك بعد العديد يعني هذه الأشياء، بعد العديد من القضايا منها محاكمة يعني قضاة ومحامين. أيضا الجدير بالذكر أنه صدرت أيضا أخيرا وثيقة يقال أنها موقعة من 300 قاض تناقض ما ورد في خطاب 200 قاض. فإحنا بين 200 والثلاثمية بنشوف إيش اللي صاير. نتابع الحقيقة مزيد من التفاصيل في هذا التقرير اللي يوضح إيش الموضوع بالضبط، إيش قصة 200. نتابع. خلال الأيام الماضية تحرك 200 قاضي في خطوة غير مسبوقة في المشهد الحكومي العدلي في المملكة، إذ نشد القضاء خادم الحرمين الشريفين في خطاب حمل شكاوى عدة أبرز ما جاء فيها: تأخير تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، عدم معالجة تأخر إجراءات التقاضي، تباعد مواعيد الجلسات القضائية وتدفق القضايا غير المدروس، ضعف تأهيل الموظفين والأعوان، والقصور الواضح في تهيئة البيئة العدلية اللائقة بسمعة هذه البلاد ومكانتها، إهمال تأسيس دور العدالة التي لا تتناسب في وضعها الحالي مع ما يجب أن تكون عليه بإقرار قيادي الوزارة أنفسهم، التقاعس غير المبرر عن استصدار اللوائح الموكلة إلى الإدارة العدلية، علاوة على ما انتهجته الإدارة العدلية من تغريب الوعود المتتابعة والتصريحات الإعلامية على حساب الحقائق المرجوة والأفعال المطلوبة. وفي المقابل ظهر ما سمي بالخطاب المضاد رداً على خطاب 200 قاضي، يقال أنه حمل توقيع 300 قاضي، ممتدحين ومتباهين بإنجازات وزارة العدل وبجهود وزيرها في تصحيح التصورات الذهنية والتقليل من حدة المفاهيم السلبية عن عدالة المملكة. شكرا محمد. لمناقشة الموضوع يسرني أرحب بضيوف الأعزاء الشيخ عبد الله السعداني وهو مستشار وزير العدل، أهلا وسهلا بك. حياكم. شكرا لحضورك. أيضا يسرني أن أرحب بالأستاذ بندر المحرج وهو محامي مستشار قانوني، شكرا لحضورك. أبدأ معك شيخ عبد الله، يعني وش قصة مطالب 200 شخص وأيضا قصة 200 قاضي وأيضا قصة 300 قاضي، يعني على ماذا يدل ذلك؟ هل يدل فعلا يعني أصبح يعني كأن هناك خلل في وزارة العدل بدأ يظهر للسطح؟ هل هذه المطالب مطالب منطقية واقعية وتتقبلونها أم أنها يعني تحت بند كلمة حق يراد بها باطل؟ الحقيقة الخطاب اللي طلع طبعا هو اشتمل على بعض المطالب، وأنا
أكاد أجزم الآن بأن هذه المطالب غير صحيحة، أي ما أشير إليه من ملاحظات هي غير صحيحة جملة وتفصيلا، والذي قام بإعدادها بعيد، إما أنه بعيد عن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، أو أنه تجاهل هذا الأمر، ولكن ما ورد فيها من إشارات إلى بعض الملحوظات طبعا هي عارية عن الصحة تماما، وما قامت به الوزارة من أعمال ومن إنجازات أكبر مما طلب في هذه العريضة. وبالإمكان أن أستعرض لك بعض المنجزات، ولعلنا يعني هو الشيخ يعني الشيخ عبد الله قبل المنجزات، أنا الحقيقة ودي أنت تقول إنه يعني غلط جملة وتفصيل. من ضمن المطالب هي الإسراع، التعجيل، تطبيق مشروع الملك عبد الله، كل هذه المطالب. يعني مشروع الملك عبد الله لم يتم تحقيقه وتطبيقه حتى الآن. صحيح فيه يعني مؤشرات في بعض الجزئيات أوكي، لكن بشكل عام لم يطبق. هذا غير صحيح. في أي جانب لم يطبق؟ يعني لم يكتمل يعني مشروع تقنين القضاء، مشروع الملك عبد الله تطوير القضاء، المليارات الموجودة إلى الآن لا يزال هناك في تأخير. القضاء لم يقنن، بنظام المرافعات تو يعني صدر قبل فترة. إذا أنت تتحدث عن مسؤولية وزارة العدل هذا أمر ممكن أنا أتحدث فيه، أما إذا كان يتعلق بجهات أخرى فطبعا للجهات طيب. الأخرى الجهات الأخرى مثل إيش؟ إيش الأشياء أنا أريد معنا. أنا أريد يعني حينما أشرت إلى أنه الأنظمة لم تصدر إلا قريبا، ليست وزارة العدل هي التي تصدر الأنظمة، هذه السلطة التنظيمية في الدولة. نعم. ولكن بالإمكان أن ندور حول ما ورد في الوثيقة. نعم تفضل. فيما يتعلق مثلا بمشروع الملك عبد الله، العمل جاري على الإنجاز، والإنجازات التي تمت إنجازات كبيرة. أنا أستطيع أني أعد لك الآن إنجازات أكثر مما نأخذ أبرزها مما تتصوره. يعني مثلا عندنا تشغيل النظام الإلكتروني في 160 محكمة، من بعض المحاكم لم يتم تشغيل النظام فيها لأنها ليس فيها خطوط اتصال أصلا من شركات الاتصالات. هناك تحويل ل 180 كتابة عدل إلى النظام الإلكتروني، يمكن للمواطن أن يقدم وكالته من خلال من المنزل. رفع نتيجة النقل الملكية من 10 صكوك يوميا إلى أكثر من 100 صك في بعض الأيام في بعض الأحوال. تطبيق النظام الإلكتروني في أكثر من 33 دائرة تنفيذ، ويمكن المواطن أن يقدم طلبه في من المنزل. تم إعادة هيكلة الوزارة عموما بوجه عام. طبعا الهيكل قد لا يعرف الإنسان المشاهد الكريم أهميته. الهيكل هو الذي تبنى عليه الوحدات الإدارية، هو الذي تبنى عليه إجراءات العمل، هو الذي تبنى عليه أدلة العمل، هو الذي يبنى عليه التدريب، هو الذي يبنى عليه نظام التحفيز، هو الذي يبنى عليه نظام الرقابة حتى تكتمل هذه الأنظمة فيما يتعلق بالجهاز الإداري. في ارتفع عدد الوكالات التي يصدرها كاتب العدل في اليوم إلى 150 وكالة، وجميع الوكالات التي تقدم في نفس اليوم تخرج، وفي الأحيان لا تأخذ إلا دقائق حتى تخرج. وضع 180 مؤشر توضح نسب القضايا مقارنة بالسكان وقضايا الجاليات وغيرها، وهذا يفيد طبعا الدارسين ويفيد الجهات الأمنية والباحثين في مجال القضاء. وهذا وهذه المؤشرات طبعا لم تتم إلا لأن هناك عمل ضخم جدا في الجانب الإلكتروني فيما يتعلق بالبرامج. عندنا هناك إعداد إجراءات لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ومحاكم والمحكمة العليا ودوائر التنفيذ وكتابات العدل. حينما تعد إجراءات وتضع لها برامج إلكترونية بهذا الحجم، هذا أمر ترى ليس بالسهل، لأنه لما تعد. دعني أتحدث لأنه الكلام دائما على أنه ليس هناك مثلا إنجازات.
هناك حفظك الله وضع معايير تحدد مدى إنجاز القاضي ومدى جودته، وهذه المعايير والمؤشرات الآن هي بين يدي إدارة التفتيش القضائي وهي التي تقوم بها، وهذا مهم جدا في ضبط أداء القضاة. التعاون مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل جانب مهم جدا وهو الدخول إلى قاعدة البيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني، وهذا سيسهل كثير من أمور مثل البصمة، مثل التأكد من يعني الشخصية، ويسهل كثير من الأمور. هناك الآن التقليل من التلاعب في الوكالات أو تزويرها من خلال الاستعلام عن 16 مليون وكالة من خلال موقع الوزارة. في فوائد بعض تفعيل النظام الإلكتروني مثلا في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، خفضت مواعيد من شهرين إلى يوم واحد أو في نفس اليوم، ممكن يحدد في نفس اليوم. في الآن تعيين القضاة، تعيين 150 إلى 200 قاضي سنويا، مع أني قد لا أتفق مع هذا المنهج أن يعين هذه الأعداد الكبيرة في بس في تسرب أيضا قضاء في نفس الوقت. ليس هناك، أولا التسرب إذا أشرنا إليه ليس حديث. جميل، القاضي إذا وجد أن هناك مجالا للعمل. سأعطيك فرصة الشيخ عبد الله، بس خلني أيضا عشان سأعود لك. لكن عندي بعض الإحصائيات. لا راح نرجع الإحصائيات بس عشان الوقت ويدور النقاش. أستاذ بندر، سمعت رد الشيخ عبد الله على هذه العريضة والوثيقة والشكوى المئتين وفندها، قال أنها غير صحيحة وقال إنجازاتهم وفرق بين ما المهام الموكل لهم بين المهام اللي موكل للجهات أخرى. تعليقك على ما سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الشيخ عبد الله نفى مضمون الخطاب أو صحة مضمون الخطاب جميعا، ثم أورد أمثلة وهذه حقائق اللي أوردها لا أحد ينكرها، مسألة التطوير في الجانب الإلكتروني، مسألة التجهيزات، مسألة الوكالات. لكن لو لاحظنا أن معظم ما ذكره فضيلة الشيخ هو يتعلق بجانب كتابة العدل، في شق يتعلق بمثلا القضاء، وهنا نقطة مهمة جدا المشاهدين جميعهم. لا غير صحيح، ليس كل ما يتعلق بكتابة العدل أطلق. طيب إذا تأذن لي الله يحفظك. بس أنا أريد الدقة، يعني حينما طيب. أقول إجراءات المحاكم، حينما أقول أنت لو خلتني أكمل كان تضحت الصورة. طيب. المشاهد الآن وهو يشاهد مثل هذه الحلقة أو يقرأ في صحيفة أو يقرأ خبر أو يستمع لخبر يتحلق عن المحاكم، ينسحب ذهنه تلقائيا إلى موضوع قاضي يحكم في قضية، ونحن نتحدث هنا عن ما يتعلق بالمحاكم من ناحية القضاء، لا نتحدث عن وزارة العمل وما تقوم به من خدمات تتعلق بأشياء أخرى غير القضاء. هي تخدم الـ 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 يعني أو ترفع مستوى الخدمة العدلية والثقافة العدلية، سواء كتابة العدل أو التجهيزات الإلكترونية، الاستخدام الحاسب إلى آخره. لكن أنا كمتلقي كإنسان بسيط أبحث عن النتيجة، أنا أقدم موعد فأخذ أقدم دعوة فأخذ موعد بعد 4 شهور، بعد 5 شهور، بعد أحيان بعض الأحيان 6 شهور. احنا ما نتكلم عن الاحوال الشخصيه، لان ليست قضاء المحكمه متوقف على القضاء على الاحوال الشخصيه، هذا جانب. الجانب الاخر يعني انا اتصور، وهذا رايي الشخصي، انه ما تضمنه الخطاب على فرضيه في اشياء غير صحيحه، وهذه انا اتحفظ عليها الحقيقه لاني انا ممارس واشوف العمل القضائي واراجع المحاكم. على فرضيه ان ما تضمن الخطاب غير صحيح، هذا الخطاب هذا مقدم من قبل الذين قدموه لولي الأمر من باب النصح، فيفترض الحقيقة أن الوزارة تتعامل، هذا الرأي الشخصي، مع هذا النصح بما يستحقه من تبيين من الاستفادة منه، لا سيما أن خادم الحرمين الشريفين هو الذي وجه، وهذا أصلا مقرر شرعا لدينا في شريعتنا، النصح لولي الأمر. تبقى مسألة تفقيط النقاط أو مناقشة النقاط. ما أحد يقول بأن القضاء عندنا ما قدم خدمات، لكن أنا أقصد وزارة العدل ما قدمت خدمات، لكن أنا أقول أبغى أثر هذه الخدمات على العمل القضائي من ناحية السرعة في البت في القضايا، من ناحية حفظ المعاملات من الضياع، من ناحية أن القاضي، وأنا ترافعت في عدد من القضايا،
القاضي في بعض المحاكم هو الذي يضبط عن طريق صح. أنا قبل الفاصل، هل تشوف أنه شكل حضاري وقانوني أنه 200 قاضي في بلد مثل المملكة العربية السعودية تسعى أن تكون دولة مؤسسات، هل تشوف أنه قانوني وحضاري اللي صار؟ لعلي أطرح السؤال بشكل آخر، هل هو جائز شرعا أكثر، حتى نكون أكثر دقة في المفردة، هل هو جائز شرعا أن يسرب خطاب رفع المقام الولي الأمر؟ هنا الإشكالية. لا احنا هو الخطاب رفع لولي الأمر كمناصحة. لا جميل. الفكرة نفسها حينما يأتي تسريب لهذا الخطاب. أنا هذا عفوا شيخ، هذا الذي يجعل التسريب، موضوع هذا الذي يجعل هذا الخطاب. اليوم احنا في 2014-2013 موضوع التسريب وسائط كثيرة لم تعد المشكلة في التسريب. المشكلة أنا أتكلم عن رأيك في نفس السلوك نفسه. راح أخذ رأيك وأيضا تعقيبك أنت على كل ما ورد من بعد هذا الفاصل الأخير. فاصل. اهلا وسهلا بكم. لازلنا نتحدث عن ال 200 قاضي والوثيقه اللي رفعوها الملك، وايضا راي وزاره العدل في هذا الموضوع، وراي ايضا المحامين او من هو متعاطف مع مثل هذا البيان. ضيوفي الاعزاء رحب فيهم مره ثانيه، الشيخ عبد الله السعداني وهو مستشار وزير العدل، اهلا وسهلا بك شيخ عبد الله. ايضا رحب بالاستاذ بندر المحرج المحامي والمستشار القانوني، اهلا وسهلا بك شيخ عبد الله. بنحاول ان نختصر قد ما نقدر، هو قال كثير من النقاط أنت تبغى ترد عليها. يعني نقول ابتداء مسألة تسريب الخطاب إلى الانترنت، هذا يعطي مؤشرات معينة أن المقصود ليس هو النصيحة، أو أن المقصود ليس رفع الأمر إلى ولي الأمر. مسألة أنه قضاة يرفعون إلى ولي الأمر، هذا أمر قد لا يكون في ذاك الإشكال الكبير وحدث من قبل، ولكن لأن ما هناك وسائل تواصل اجتماعي لم ينتشر مثلا هذا الأمر، أو كانوا الذين رفعوا كانوا حريصين على أنه ما يرفع هذا، ما ينشر هذا الأمر بين الناس. الأمر الثاني، مسألة توقيع على خطابات، هذا ليس من قبيل النصيحة، لأن النصيحة معروف أنها أمر شخصي ومعروف أنها بين الناصح وبين المنصوح. مسألة أنه تجيش وتكثر أعداد مثلا الموقعين على هذا، إذا كان ما أشرت إليه حقيقة فثق تمام الثقة أن ولي الأمر سينظر إلى هذا بعين العدل والإنصاف، ولن يكون هناك حاجة إلى أنك تجيش وأنك تدعو إلى توقيع خطابات وأن تنشر في الأنترنت، وأن تعرف أن هذا الأمر له آثار كبيرة جدا على تفتيت اللحمة الوطنية وعلى إثارة شيء من الإشكال والخلاف الذي قد لا تكون نتائجه يعني محمودة. فيما يتعلق، وقد يكون ترى الكاتب الخطاب، أنا أتوقع أنه كاتب الخطاب ليس قاضي، لأن الصياغة ليست صياغة قضاة، قضاة صياغتهم جدا أعلى وأرقى من صياغة الخطاب، لأنه يلحظ فيه الركاكة، يلحظ فيه بعض الأشياء التي ليست من البيئة صياغة محامين تقصد يعني؟ ليست من البيئة العدلية، لا، المحامين جزء من المؤسسة العدلية وجزء من مؤسسة العدالة يعني بوجه عام. لا تلحظ الخطاب طبعا ركيك، الخطاب ليس فيه روح القاضي، ليس فيه روح الرجل الذي عاش في القضاء و يعني تشرب العمل القضائي وعرف مصطلحاته وعرف أساليبه. طبعا ما يتعلق، البعض يشير مثلا إلى تأخر القضايا. تأخر القضايا ليس في كل محاكم المملكة، قد يكون موجود في الرياض، قد يكون موجود في جدة، ولسنا في مثل هذا المقام بندافع عن هذا الأمر، بس نكون صريحين ونقول كان هناك فيه تأخر. وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الآن وضعوا للرياض ولجدة قادة لهذه المحكمة، ووعدوا بأنهم سيزيلون هذا الإشكال. بل الغريب الذي ينبغي أن تلحظه ويلحظه المشاهد الكريم، أن رئيس محكمة جدة ورئيس محكمة الرياض قالوا أن هناك مكاتب قضائية في ذات المحكمة، مكتب قضائي المواعيد عنده شهر ومكتب المواعيد عنده 7 أشهر. هذا يشير إلى ماذا؟ أنه لا آلية العمل ولا الإجراءات ولا البيئة ولا غيرها هي السبب في التأخير، إنما السبب قد يكون هو المكتب القضائي. تحدثت قبل الفاصل عن مراقبة الأداء،
وتقييم الناس. أنا الآن كيف أعرف هذا الأمر؟ من خلال النظام الرقابي الإلكتروني، وهذا الذي أعطى للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المؤشر الكبير إلى أن هذه المحكمة بحاجة إلى معالجة. جميع تقارير الأداء توزع على القضاة بالنسبة لكل قاضي التقرير الذي يخصه. المفتش القضائي يراقب القاضي من خلال مكتبه في مكتب التفتيش القضائي، لا يذهب إليه في المحكمة الآن، كان في السابق يذهب ويبحث في السجلات وغيره. الآن جميع المعايير موجودة، جميع المؤشرات موجودة لديه حول أداء القاضي. فما يتعلق بجانب أشار إليه أنه المواطن يريد قضية يعني ناجزة. أولا إذا تجاوزنا الهامش العالمي المعروف في أن القضاء طبيعته يتأخر، لذلك هناك من ينادي بتفعيل وسائل فض المنازعات قبل لجوء القضاء، وقد قامت بها وزارة العدل، وضعت تنظيم للتوفيق والمصالحة، نظام جديد للتحكيم، هناك برامج للتوعية والثقافة القانونية. فإذا تجاوزنا هذا الأمر نتجه مباشرة إلى موضوع المحاكم. ذكرت ليس في كل محاكم المملكة، ومن يقول أنها في كل محاكم المملكة هذا خاطئ. هو في أماكن معينة والوزارة قامت بهذا. طبعا هل تريد أن الأمر يتم بين يوم وليلة؟ الآن لدينا رؤساء جدد لهذه المحاكم وعدوا بأن يزيلوا هذا الأمر إزالة تامة. هناك بعض الإجراءات اللي قامت بها الوزارة مثل فصل بعض الدوائر المتعلقة بالإنهاءات في قضاة متخصصين حتى يتفرغ القاضي للعمل، ولكن هناك إشكال ومأزق طبعا يواجه القضاء والمؤسسة القضائية بشكل كبير، وهو أن هناك زيادة في أعداد القضاة. لما يعين 100 أو 200 أو 250 قاضي، القاضي حينما يأتي من الجامعة لديه التأهيل المعرفي فقط، المهارات اللازمة للقيام بالإجراءات، للقيام بإدارة الجلسات القضائية، إدارة الجلسات، إدارة مكتبه القضائي، إدارة الموظفين اللي عنده. هذه كثير من القضاة حينما يتم تعيينهم. طيب ليه ما تعطون فرصة لخريجين القانون يكونون قضاة؟ الآن وزارة العدل أمامها جانب واحد وهو التحدي الكبير، وهو التدريب. والتدريب طبعا ممكن أن أقول لك الأعداد اللي تم تدريبها يعني خلال يعني قبل عام 30، يعني قبل عام 30 لم يكن القاضي يأخذ دورة تدريبية واحدة. لا يمكن أن يقول قاضي أنني قبل عام كذا أخذ دورات تدريبية في مجال العمل القضائي. ولكن حينما نأتي إلى بعد عام 30 نجد أنه بس فقط في عام 1432، عام 33 و 434 و 35 تم تدريب 4093 قاضي. خلال عامين تم تدريب تقريبا 64842 موظف، وتم تدريب 2692 من كتاب العدل. طبعا هذا الأمر هو لمعالجة جميل نقص المهارات والخبرات. كم عدد القضاة في السعودية؟ عدد القضاة في السعودية تقريبا 1780 قاضي. ما تشوف أنه قليل مقارنة بمعدل القضايا المرتفع؟ هو أنت أمام إشكال كبير، لذلك قلت ليس أمام وزارة العدل الآن إلا خيار وحيد وهو التدريب. إذا زاد عدد القضاة لأنه تكون الخبرة واحدة، فأنا حتى أؤهل القاضي لابد أن أزود بالمعارف، وهذه تأتي من التعليم. جميل. المهارات، الخبرات، كل هذه الأمور. هل تريد أن يأتي قاضي وينجز قضية خبرته سنة أو سنة ونص؟ وصلت كشخص أكثر من 20 50 شيخ عبد الله سنة. وصلت الآن بس عند الأستاذ بندر عشان الوقت، لك ما تبقى من الوقت. طيب. إذا بترد لعل الشيخ يعني شرح لك وفند بعض. طيب أنا بس أول أنا حب أنوه بس للمشاهدين أنه ال 200 قاضي أنه إذا في أحد يمثلهم ولا أحد منهم الحقيقة قانونيا لا يستطيعون يعني يكونون معنا حسب ما قالوا لأسباب مرتبطة بعلاقاتهم الحالية مع وزارة العدل. تفضل.
هذه أحسنت على ذكرك النقطة هذه، لأن أذكرها في بداية الحوار ونسيتها وبداية المشاركة والحلقة. أنا لا أمثل أحد، أنا هنا بندر المحج، أمثل نفسي ورأيي، لا أمثل لا قضاة ولا محامين ولا غيرهم، أنا أمثل نفسي وأقدم رأيي على ضوء متعاطف مع المجتمع وعلى ضوء رأيي. لا، أنا أتكلم عن واقع، أنا أتناقش مع واقع. طيب. ما أتعاطف مع أحد. أولا يعني ثانيا أشكر الشيخ عبد الله، لأنه في بداية الحديث قال بأن ما تضمن الخطاب غير صحيح جملة وتفصيلا، ثم جاء بعد ذلك وأكد على مسألة قلة طول المواعيد وهي ملاحظة مذكورة في الخطاب، وعدد القضاة وهي ملاحظة مذكورة في الخطاب. الأمر الثاني قبل نصعد للفاصل، تحدثنا عن موضوع التسريب. أنا لم أشير إلى قلة القضاة، فلا تقولني ما لم أقل. طيب، التسريب هو الذي جعل مثل هذا الأمر في نظرك أو في نظر البعض أنه غير حضاري. الأمر الثالث، ذكر الشيخ عبد الله مشكورا قبل قليل بأنه سبق أن كان هناك عدد من القضاة رفعوا للمقام السامي، ثم جاء بعد ذلك وقال أن وسيل أن كتابة الخطاب وتوقيع 200 قاضي هذا غير صحيح. إذا كان في قبل في قضاة رفعوا، تعتقد أنك تتقول؟ إذا كان هل أنا قلت بتجمعات؟ إذا كان هل أنا قلت بخطابات وتجميع خطابات؟ لا، أرجو أن يكون. أنت ذكرت أن في مجموعة قضاة رفعوا ولا لا؟ أنا لم أذكر أنهم وقعوا خطابا واحدا. لا لا لا، أنت تقول في قضاة قبل رفعوا المقام السامي ولا لا؟ تعليق على كلمة النصيحة، في سنين مضت على كلمة هناك من رفع. بس عفوا يا شيخ، أنت علقت على كلمة يوم قلت نصيحة، صح ولا لا؟ ثم رجعت بعد ذلك قلت أنت أن توقيع خطاب 200 قاضي هذا قليل على أنها ليست نصيحة. أنا أشير فقط إلى أن أنا أشير فقط إلى أن الرفع ليس ظاهرة غريبة. طيب. وليست هي أمر جديد في القضاء. إذن ليس في إشكال في رفع الخطاب. لا، كما سمعت في التقرير أن هذا سابقة لم تحدث في التاريخ. إذن كلامي صحيح. طبعا هذا لا تصحح كلامك، وأنت أنا أصحح رأيي وأنت أخطيني، ما عندك مشكلة. الآن أنا موضوع التدريب، وتفضل الشيخ، وهذا شوف إحنا هنا ما نحاكم أحد، وليس لنا صلاحية، أنا عن نفسي ولست مؤهل أن أحاكم أحد. أنا أقول أن الوزارة فعلا قدمت خدمة للقضاء لم تقدم قبل 30، وذكر التاريخ جيد جدا، يعني لأسباب لعل من ضمنها أن قبل 30 ما كان عندي ميزانية ب7 مليار. هذا واحد، الوزارة قدمت خدمة حقيقية ودربت القضاة ويشكرون على هذا. وأنا عن نفسي ما تستطيع تعد برنامج تدريبي واحد، وأنا عن نفسي الحقيقة يعني لمست هذا، يعني أثر التدريب عند القضاة ويشكرون على هذا الأمر، لكن ملاحظة بسيطة واقتراح من باب النص أيضا، حتى بعد الشيخ لا يزعل علي. لماذا الله يغفر لك يعني الله يغفر لك من يسمع، لماذا لا يكون التدريب مساء بدل أن يكون صباحا؟ إذا إحنا متفقين أن عندنا قضايا كثيرة وعندنا تأخير في مواعيد، ليش يفرغون القضاة الصباح؟ ليش طيب. ما يعطوهم مساء؟ آخر شيء يا شيخ، عشان الوقت عشان ما يطعن علينا بس. آخر شيء، الشيخ عبد الله ذكر عدد القضاة 1780، وأنا أشكر على المعلومة هذه التي التقيت معك هنا في بعد بس بأحد الممثلين أو أشكرك المحدث الرسمي للوزارة، وذكرنا 5000. أنا أعدكم شوف، لا نقطة بسيطة فيما يتعلق بمباني الوزارة، الوزارة تعاني كثيرا من وجود الأراضي التي نعم. تملكها، حتى أن بعض الجهات الحكومية كوزارة الداخلية يعني تشكر على أنها تنازلت بأراضي نعم. كثيرة، وكذلك وزارة المالية تقدم لهم. نعم، شكرا شيخ عبد الله مستشار وزير العدل وزارة العدل، شكرا أستاذ بندر المحرج المحامي الشلقلني. وقت انتهى، لكن قضية دسمة، يعني إن شاء الله أنكم تكرمونا مرة ثانية بإكمال النقاش. أشكر دائما كل من يخصص من وقته لمتابعتنا في أهلا، ألقاكم غدا في أمان الله.